الآن الحديث أكثر، ينضم إلينا من لندن السيد أحمد الشيخ المتخصص في الإعلام الرقمي وعضو مجلس الإعلام الجديد في نقابة الصحفيين البريطانيين. أهلا بك معنا في ألوان الشارق وعلى شاشة الشرق لليوم. الاتحاد الأوروبي إذن يتجه إلى إلغاء التشفير من طرف إلى طرف، يقول أنه ضمن خطة لحماية الأطفال، هل هي حجة أحمد أو توجه واضح بالتدخل ضمن السياسات الأخيرة التي شاهدناها من قبل الاتحاد لمحاربة مواقع التواصل وغيرهم من التطبيقات؟ هو التطور الأخير ده متعلق فقط بالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال. الإجراء الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية هو يأتي بناء أو استكمالا للاستراتيجية التي تم إقرارها في عام 2020 لمحاربة المواد الإباحية للأطفال، ولكن هذه الاستراتيجية لم تنجح إلى حد كبير، لأن المفوضية في تقريرها قالت إن خلال العام الماضي 2021 تم رصد 85 مليون صورة أو مقطع فيديو إباحي لأطفال، وده بزيادة 65% عن عام 2020. وبالتالي يعني وجدت المفوضية الأوروبية نفسها يعني تحت ضغوط شديدة طبعا من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الأطفال لحماية الأطفال وحماية المجتمع الأوروبي من المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، ولذلك اقترحت هذا الاقتراح الجديد. هكذا إجراء بحاجة إلى بروتوكولات لاعتماده لا شك من قبل الدول الأعضاء وبرلمان الاتحاد الأوروبي، إلى أي مدى ممكن أن تعتمد بالإجماع بالفعل، وماذا عن ردة فعل المواقع أو التطبيقات التي تطالبها دول الاتحاد بالكشف عن محتواها؟ هو الطريق لإقرار هذا القانون أو هذه الاستراتيجية صعب جدا. المرحلة الأولى اللي احنا فيها دلوقتي تستمر 8 أسابيع، ومن حق جميع الأطراف أن تدلي بآرائها حول هذه الاستراتيجية المقترحة. بعد كده يتم مناقشة هذا الموضوع في الاتحاد في البرلمان الأوروبي، وطبعا المنظمات الحقوقية المتعلقة اللي هي تنشط في مجال احترام الخصوصية، والمنظمات المتعلقة بحقوق المستخدمين على الإنترنت وشركات الإنترنت أيضا، كل دول متخوفين من هذه الاستراتيجية، شايفين فيها خرق للخصوصية وإجبار لشركات التواصل الاجتماعي على الالتزام بقواعد جديدة. باختصار، الاستراتيجية الجديدة هي تنصب الاتحاد الأوروبي أو بالتحديد مركز يعني مركز لمراقبة الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تنصبه رقيبا على شركات الإنترنت الكبرى، وخصوصا جوجل ويوتيوب وفيسبوك والشركات الكبرى يعني. وبالتالي فده يواجه معارضة كبيرة سواء من الشركات الكبرى اللي هي مش عايزة رقيب بهذا الشكل، أو الدول اللي مش عايزة تدخل في معارك مع هذه الشركات لأن ده قد يكون له تكاليف اقتصادية. بشكل عام هذا التضييق على التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي أحمد، إلى أي مدى يحل بالفعل المشكلات التي تسعى الدول أو الجهات لحلها أو كشف مشاكلها وخلافها وسط التطور الكبير للتكنولوجيا والثغرات التي أصبحت بيد الجميع لتنفيذ أي شيء كان، يعني حتى لو وضعت هذه القوانين هنالك ثغرات؟ طبعا يعني طريق زي ما قلت مش هيكون سهل لإقرارها. المسألة بتتحول إلى معركة ما بين الاتحاد الأوروبي وشركات السوشيال ميديا، هي في معركة مستمرة حتى من قبل كده متعلقة بالخصوصية. أحمد يعني هنالك ثغرات، يعني حتى ولو كان هنالك سعي قانوني لفرض شيء ما، هنالك ثغرات يستطيع المستخدم أو المنتهك بارتكاب أي جريمة، أليس كذلك؟ هو علشان يطبق هذا القانون الجديد المقترح، آلية تطبيقه عاملة إزاي؟ إنه يتم الأول رصد هذه المواد، ده رقم واحد، يتم رصد هذه المواد، ثم يتم الطلب من الشركات إنها تتعقب هذه المواد وتحذفها، وإذا لم تستجب فيتم إحالة الموضوع إلى اليوروبول أو الشرطة الأوروبية ووكالات إنفاذ القانون في الدول المختلفة. إذا فهي مسألة معقدة، ممكن مثلا هذه المواد لا يتم رصدها أساسا. ممكن هذه المواد لا يتم رصدها اساسا، عشان كده هي مساله التشفير وفك التشفير. دايما في تخوف في بريطانيا والاتحاد الاوروبي من الرسائل المشفره اللي هي اند تو اند، المشفره من الناحيتين، اللي بتقول الشركات انها لا تستطيع الاطلاع عليها. تخشى السلطات سواء في بريطانيا او الاتحاد الاوروبي ان تتحول هذه الوسائل اللي هي الماسنجر والواتساب العاديه اللي احنا بنستخدمها، بس تخشى السلطات ان تتحول الى ادوات في ايدي العصابات الاجراميه، وده التخوف الكبير اللي احنا يعني خايفين منه. هل العقاب احمد، فقط لاستفيد من الوقت، انا بحاجه ان استعلم اكثر، لمن يستمع لنا سيقول لماذا لا يتم تكريس هذا الجهد او المجهود بفرض عقوبات قانونيه وغرامات عاليه لكل من يرتكب اختراقا للقوانين واللوائح المتعارف عليها بشكل اكبر من الشكل الحالي، ومن ثم يعني يكون هنالك خوف وعدم ارتكاب وان يكون هنالك يعني عقوبات ترقى بان تكون بالفعل كبيره.
هل العقوبات كبيرة بالفعل؟ لأن هو ده الوضع الحالي، الوضع الحالي لم يفلح، السلطات وحدها لا تستطيع أن تتعقب ملايين المستخدمين، زي ما احنا قلنا الذي تم رصده فقط 85 مليون قطعة في عام واحد بزيادة 65%، وبالتالي يعني مستحيل أن السلطات لوحدها تستطيع أن تتعقب ملايين المستخدمين وتتعقب كل ما ينشره هؤلاء هذه الملايين، وبالتالي فلا بد من الاستعانة بشركات التكنولوجيا الكبرى اللي هي لازم تمنع هذه المعلومات، نعم. تداول هذه المواد على منصاتها. ولكن هي المسألة بتتحول إلى معركة ما بين الاتحاد الأوروبي وشركات السوشيال ميديا، لأن الاتحاد الأوروبي يريد أن ينظم عمل شركات السوشيال ميديا، بينما الشركات لا تريد هذا التنظيم، لا تريد أن تكون عرضة لرقابة خاصة عليها أو لقوانين خاصة. هي دي المعركة الحقيقية. الحديث يطول، وأشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة والإفادة لليوم. كنت معنا من لندن السيد أحمد الشيخ، متخصص في الإعلام الرقمي وعضو مجلس الإعلام الجديد في نقابة الصحفيين البريطانيين. شكرا جزيلا لك.